تجسيد المصلحة الفضلى للطفل كمبدأ جوهري جاءت به اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 للحد من كل الممارسات المخالفة لمصالح الطفل والمضرة به، هو ما أكده المشاركون خلال يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة. الحمد لله أن الجزائر من بين أهم الدول التي يعني تعمل بشكل مباشر على تحقيق الأهداف المستدامة لأفاق 2030، وكذلك تسعى إلى تفعيل كل الاتفاقيات التي صادقت عليها وعلى أيضا الاتفاقيات الوطنية لأجل غاية واحدة ووحيدة، وهي المصلحة الفضلى للطفل. احنا نتكلموا في ظل مكتسبات كبيرة أنجزت الأطفال، لكن دايما نتكلموا على المضي قدما نحو إنجاز الأفضل والأفضل والأفضل لأطفالنا، لأنه مهما قدمنا لهم نقول أنه ما زال علينا العمل، خاصة أن ننطلق من مبدأ مهم جدا هو أن حماية الطفولة تقع على عاتق الجميع. اللقاء الذي كان من تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تميز بحضور لافت للأطفال، أين كانت المناسبة فرصة لإبداء آرائهم وانشغالاتهم. الحقوق اللي لازم نعطوهم للأطفال أنه يكونوا معلمين، يكونوا مثقفين، يعني باش يبنوا لنا جيل مستقبل واعي، باش يقدروا يكونوا أطفال بعدهم، يكونش معنف، يكونوا أهله دايما واقفين معاه، ماشي غير أهله يعني المحيط كامل تاعو. حبيت يكون عندي مدارس قدامنا باش ما تعرضوش للسرقة، ما تعرضوش للضرب ولا تنمر. بالمناسبة يوم العالمي للطفولة، أهنئ كل طفل، أهنئ كل أطفال العالم. العديد من الورشات والنشاطات الترفيهية استمتع بها الأطفال في يومهم العالمي خلال هذا اللقاء، كما تم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للطبعة الثالثة لأكبر مسابقة وطنية موجهة للأطفال لتحفيزهم على الإبداع والابتكار. كن مبدع وتميز في عيدك.